أوردت لي قصة وفيها شيء من الخطأ وأحب أن يعدله. عدل. إيه نبي نعدله. ودائم يا إخوان يعني يحفظ السوالف، ترى السوالف هو يعني على ما قاله هو يقول له يسمع. الله الله. وإذا أخطأ خطأ، إذا خطأ خطأ ما هو قاصد هو الخطأ هذا. ما في شك. حنا أردنا قبل كذا يا طعمر قصة يا طعمر يقول عند الجبيل يطيب الكيف وأنت تريحين يا شعيرة. كلم الحفيد اللي جاء عنده الرجال هذا. يا سلام. أي والله هو حمود ابن محمد ابن عيد الجبيل عيادي ابن عم له بس إنها ما هي على عيادي اللي هي على عيد ابن هزاع الجبيلي وهذا يعدل لي عمر حفيده اللي هو حمود ابن محمد ابن عيد ابن هزاع الجبيلي يا سلام يقول سالت على جدي سالت على جدي وحنا نعده كما هو كلمنا وعدلنا بالشيء هذا جاي وقصتك أما القصة أنا بأورد لك منها هذه فهي عمر قصة قديمة شوي ويقولون فيه علم من علماء العرب اللي هو نومان الحسيني يلقبونه بالظفيري هو مو ظفيري صراحة هو يطلع عمر الحسيني من الأشراف شريف ولكنه أمضى مثل ما تقول أكثر عمره مع الظفير قبيلة الظفير وصار يلقب بالظفيري صاروا يقولون له نومان الظفيري شفتون وهو مو ظفيري هو لكن القصة يوم من الأيام وهو راعي وهو يقولون يتكلمون عنه عن سيرته إنه إنسان شرواكم وإنه إنسان جميل وإنسان سلمكم الله والوقت كان وقتها البادي خاص فيه شوي من الونسة يعني مثل الصيد والطير وهو راعي ولع صيد يقول يوم من الأيام هد الطير تعرفوا يعني إنسان لما يهد الطير كل قلبه وشعوره كله مع الطير وين راح الطير وين جاء الطير الطير يطعمر على الحباري يطعمر يرتفع فوق سبحان الله العظيم هالطير يعرف شلون يسوي بالحباري يرتفع فوق سقع من السماء سقع يوم انه هف مع طمن الطير وهو وراه هو طبعا معه عبده اسمه قنيبر ليش حنا قلنا قنيبر لانه جايين بالقصيده يا سلام الله الله يوم يطعمر ارتفع وطمن مع طمن الطير ويمارك البنت عيله جمال بدويه ويمال البنت ما خلق بعمره هو شاف مثل زيها ابدا ابدا ونسي الطير ونسي قنيبر ونسي طعمر كل شيء ونسي الاصطيد ونسي ويقعد عنده ويدل يسولف معاها ما الا اها شوف البنت هذه شوف البنت هذه من ذكاها البنت هذه ما ودها تكسحه تقول يعني فارقني يعني مثلا هي ما تبيه لكن جيته باسلوب البنت هذه من البنت هذه؟ نوت العنزية اللي تبيع عقاب العواجي نعم نعم يستاهل أخونا مشي نعم أي والله ورادت أنت عطيه تلميحات يعني يا رجل أنت وزينك وكلك وشكت أنا من يمكن أنا أبيع عقاب العواجي يعني كانت تقول له هلو تقول توكل على الله بس خلني مالك صنع مالك صنع إيه لكنها ما قالت ولا عقب ما هو مبطن عنده ولا سين الطير ما يدري وين راح الطير ما يدري وين يعني ليتها قالت له من البداية مشان ما يضيع الطير ضيع الطير هو اي والله بالنهايه تطلع عمر تخلصت اي والله ليتها قالت له من الاول اي له من البدايه قالت يا رجل لكنها ما قالت ولا يوم انها نشب الرجال عنده ولا يلام والله يا اخوان البنات ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حببني من الدنيا النساء الطيب والنساء وجعلت قره عيني في الصلاه اللي يقول النبي البنات الحلوات سلوب نرضى اي والله يا اخوان ما بيلا يلومون من هو يعيب البنات لكن ان شاء الله على سنه محمد على الطائع على السنه ما كثر الزمان هذا يا اخوان اللي على ما قالوا يكثر من على ما المهم فالخير يكثر يطعم عدم التعداد لو الناس ترى بعضهم ما يبي التعداد المهم الا تعداد نبي في تعداد نبي هذا زبطناه كله تعداد ايه كله ورا الكمبيوتر الله الله قالت يوم بغت خلص منه قالت انا اسعك يا رجل بس على قال اسعلي قالت ما تعرف شيء من قصائد عقاب العواجي بنوت يا مر ما يحتاج هذه بنوت على ما يعرف هذا بالذكره ايه. ويوم من اطرت له الشكايه يا مر هذا هو يروح يخليها خلاص طابت النفس ويخبرنا انطحوا عاد العبد قنيبر يا عمي وين الطير؟ قال الطير مني يا قنيبر غدا فوت ترى العهد بخمت المظاهير ليه يا عمي؟ قال لها سن عينه سن موت نجل العيون والثنايا مغاتير الطير مني يا قنيبر غدا فوت ترى العهد بخمت المظاهير قال سن عينه سن موت نجل العيون والثنايا مغاتير وتقول له عاد تقول وش قال عواجي عانوت
وش قال عواجي عانوي؟ شبه الطيوح اللي تحظى المزاهر. وسلامتك الله. الله وجه. لا قهرته هي. قهرته شو؟ اي على طريق عقاب العواجي الله يرحمه، على طريق عقاب العواجي لو ابيات معشوق. على فكره هي صارت هي حرمت والله يا جماعه عام بجنه النعيم وكل المسلمين اجمعين يا حي يا غيور. تزوجها عقب؟ الله الله تزوجها هي عقاب. اي نعم تزوجها عقب. لا هي اخذت عقاب. الله الله اخذت عقاب عشق اذا هي تبيه. اي يقول عاد يتغذى فيها وسبدي لي في وسبدي لي وسبدي لي سن في سم من اموالي بالقيض ولا حامي النار صالي. لا اي وسبدي يبحر اموالي بالقيض ولا حامي النار ناله تفوح فوح بحرات الدلاله جزلا حطبها ركها ثم شاله. الله على حبيب شو يا خافي شطر بيت يعل الله يجمع احنا وياهم كل المسلمين بجنه النعيم. زكاه يا طول عمر زكاه زكى عرضه وهذا اهم شيء. اي والله يقول عندي خراء عندي غلاها عندي غلاها مرصن كل غالي طفل معذبني بزايد دلاله. إيه. وسبدي بحر حر سم موالي بالقيض ولا حامي النار ناله تفوح فوح بهارات الدلالي جزن حطبها ركها ثم شاله على حبيب بالموده صفالي. يرخص كلامه الكلام ترخصه تقول انت بيك وانت طير شلوى وانت شيخ وانت سليمان من عنزة وانت كفو وانت الغالي وانت لكن انتبه العرض. لا العرض لا ما فيه خطوط حمر هذا. على حبيب بالموده صفالي يرخص كلامه ويتغارى حلاله. الله يرخص كلامه ويتغالى حلاله ويتغالى حلاله. وعندي غلاها مرصن كل غالي طفل معذبني بزايد الدلاله. ويقول يا نوت عنا ضعونكم ليه شالت؟ رحلوا وهم ادري فيهم رحلوا. ايه نوت عنا ضعونكم ليه شالت؟ يا حيف تم فراقكم يا حبيبي زملك مع الحزن زمل يحطون على البادي يحطون على الزمل معروف الزمان. نوت عنا ضعونكم ليه شاله يا حيف تم فراقكم يا حبيبي زملك مع الحزمه مطرف تكالت اكفيت راعيهن وقلبي غضيبي وعقبك علي زين الايام مالت ارجع ارجع وعاجي ضامر يا طبيبي ولسان فرقاكم على الروح طارت اصلك فوق من الثلاث السبيبي ناصلك لو من دونك القوم حاله من فوق قبه يده يجن الحبيبي وكفو خذها طشر. سلامتك من الغالي. يوم خذها ما شاء الله عليك. الله الله يوم عيال رحمه الله عليك يا محمد. لكن قبل الكلمة استمتعت ولا لا؟ اي والله والله ممتع. الله يسعدك يا محمد يرفع قدرك. الله يطول عمرك. حتى ابو محمد تفاعله مع القصة جملها بعد زود ما بشك.